كتير من المرضى بتسأل عن الهوليود سمايل. ايه معنى كلمة هوليود سمايل؟ احنا بنقصد بالهوليود سمايل ان تكون الابتسامة جميلة وجذابة والاسنان لونها جميل وشكلها متناسق مع بعضها زي ابتسامة ممثلين هوليود. وده يخلينا نسأل هل كل المرضى يناسبهم ان هم يعملوا هوليود سمايل؟ احنا بنقول لا، لان مش كل مشكلة لها علاقة بلون او شكل الاسنان ممكن تتحل بالهوليود سمايل. طيب هل كل المرضى اللي بيعملوا هوليود سمايل في الاخر بيبقى شكل ابتسامتهم واحد؟ لا، لان احنا واحنا بنصمم الابتسامه للمريض زي ما يهمنا ان احنا نصمم ابتسامه جميله وجذابه، يهمنا ان الابتسامه دي تكون متناسقه مع ملامح المريض، وهي دي مهمتنا ان احنا نصمم للمريض ابتسامه متناسقه مع ملامحه، مش بس ابتسامه تكون جميله وجذابه.